عمي المختار، السلام عليكم. كما راك تشوف عندي نيسان اكستراي 2.2 4x4. عندي الاشكال في المنوط تاع الصباح، دوك نضرب وتشوف. شوف تحب تنوض من بعد طفى، من بعد واش نواسيلها، نعبط على لا بومبيت. هاك تشوف لي بيلدر، لي بيلدر يتنحاو ومبرجي هاي يتنحاو، من بعد يعاود يولو. اضرب مومو. مع الاول عامل المختار كانت تشد الرالونتي، وشنو كان عندي اشكال في المنوض، حتى ندير لها شويه في ليطوكس في الموبيد في اسمو تاع الهواء باش تنوض لي، وشنو كانت تشد الرالونتي. كي ديتها عند الميكانيكي عاود لي قال لي عاودت لك نيسيسات على رومب، ولات تنوض عادي. يومين ثلاث ايام من بعدها ولات ما تنوض نفس الاشكال وما تشد الرالونتي. الله اعلم شنو هذا هو الاشكال من المختار. بارك الله فيك، ننتظر الاجابه تاعك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. غير نحي رجلي من لاكسيليراتور، شوف نحي رجلك من لاكسيليراتور، هلا تطفى. نحي رجلك من لاكسيليراتور راهي تطفى. كي تكون نايضة بيرجيتها، بيرجيت لها لي زانجيكتور بليزيور فوا نبيرجيهم، بعد نعاود نولي نلقى الاخر، نلقى لي بيلدر هنا في الاخر. وصلت لها كلابي انتي اونتي روتور كيما شفت في الفيديو عندك، وصلت لها واحد هنا، وصلت لها واحد اللي يروح لابومب اش بي. بصح نفس دائما نفس المشكل، ورالونتي ما تشدليش رالونتي، غير نحيد لي ماركاتور ما تطفى علي، ما عرفش الاشكال وراه.